على الناحية الثانية شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدوبة عشاء أقامتها الغرفة التجارية الأمريكية على شرف سيادته، وده بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس العلاقات المصرية الأمريكية. كمان يعني كان هناك ترحاب شديد بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة تعزيز الأمن الغذائي ومسألة الحديث عن النظم الغذائية بالقمة الأفريقية الأمريكية، ويعني لاقت أصداء واهتمام واسع من قبل الجميع. وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلالها، ممكن كلنا تابعنا هذه الكلمة، مسألة ارتباط الأمن الغذائي والأمن المائي، وأنه مصر بتنظر لهذا الرابط بعين الاعتبار، وأنه ده أمن قومي مصري يتحتم أنه يكون في توافر للإرادة السياسية علشان نخرج بأطر قانونية لضبط مسار التعاون ما بين الدول اللي بتتشارك الموارد الغذائية والموارد المائية، وبما كمان يسهم في أنه نحقق التنمية المرجوة من غير ما يكون في ضرر لأي طرف.